قريبا من مسرح الشارع وبأفكار جديدة وأسلوب إخراجي جديد، قدم طلبته معهد الفنون الجميلة في الناصرية باكورة أعمالهم المسرحية عبر أول عرض مسرحي لهم بعنوان كريسمس. ينعمي بعيد ميلاد سعيد أخبروني أن أبقى هناك. التجربة الأولى حاولت من خلالها إدارة المعهد كسر حاجز الخوف والوقوف أمام الجمهور في الهواء الطلق بمعاينة نخب مسرحية مهمة. لأول مرة حاولنا أن نخرج على مستوى الصف والقاعة الدراسية إلى النزول إلى الشارع من خلال عروض مسرحية طلابية. هذا العرض هو نتاج لطلبة معهد فنون جميلة في ذي قار بإشراف أساتذتهم. الشيء المهم في هذا الحفل هو خلق هذا الطقس الثقافي بين الطلبة والنخب الثقافية. ورغم بساطة العمل وتلقائيته يراه مسرحيون محاولة مهمة للدخول في عالم هذا الفن عبر الاحتكاك الفعلي مع الخشبة والجمهور، مثمنين جهود طلبة يتلمسون أولى خطوات المسرح. بادرة جيدة على اعتبار أنها هي يعني محاولة لاختبار قدرات هؤلاء الشباب المسرحيين اللي لا زالوا طلبة في معهد الفنون الجميلة من خلال تقديم أعمالهم للجمهور العام. ورغم أن العمل كان قصيرا قياسا بالزمن المعتاد للعروض المسرحية، فإنه حاول إيصال كثير من الرسائل المهمة التي تعد من أهم وظائف المسرح. العمل هو السلبيات والإيجابيات بالمجتمع عن التسول بالشارع، ورسالة إن شاء الله وصلت للجمهور وإن شاء الله نال إعجابكم هذا العمل المسرحي. ورغم أهمية التجربة كبداية للطلبة، فإنهم ما زالوا بحاجة إلى تدريب مكثف يستهدف أركانا مهمة في شخصية الممثل المسرحي كالصوت والإلقاء ولغة الجسد والتعامل مع الجمهور بحسب معنيين. من الناصرية أحمد السعيدي، يوتيوب.